Dear students of third year prep all over Egypt. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today, إن شاء الله, we are going to deal with Unit 3, Lesson 1. Let's start. By the end of the lesson, students will be able to differentiate between kinds of communities. Talk about facilities in a community. Use the present continuous tense for future arrangements. Now, with new vocabulary. Safe streets. And of course, safe streets mean that streets that are safe. So there are no accidents inside these streets. So we should avoid having accidents in the street. Leisure and sports activities. The activities of sports that you can practice inside the clubs. Community projects and events. Events, اللي هي الأحداث اللي بتحصل. والبروجكتس اللي هي المشاريع اللي بنعملها كوميونتي داخل الايه المجتمع بتاعنا. لوكال شوبس اند فاسيلتيز اي خدمات وتسهيلات والمحلات التجاريه اللي موجوده في المنطقه اللي احنا بنعيش فيها. جود ترانسبورت طبعا ترانسبورت وي هاف lots of means of transport maybe trains maybe cars maybe metro, a lot of transports. The disabled. طبعا كلمة disabled دي بتبقى adjective يعني صفة. طبعا disabled means people who are not able to practice activities, certain activities in their whole life. هم يعني عندهم نوع من الإعاقة ما بيقدروش إن هم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. أي صفة بيسبقها the يبقى معناها كل الأشخاص اللي عندهم الصفة دي. فلما أقول the disabled معناها إيه؟ كل الأشخاص اللي عندهم إعاقة. يبقى the قبل الصفة بتبقى معناها كل الأشخاص اللي عندهم الصفة. فمثلا لو قلت كلمة blind اللي هي معناها أعمى. The blind يبقى كل الأشخاص اللي عندهم عمى. deaf الأصم the deaf يبقى كل الأشخاص اللي عندهم صمم وهكذا. Improve is a verb to make better يعني بيحسن. Put up هنا معناها بتبدأ تبني وتأسس لشيء. Pavement pavement ده الرصيف the place where you can walk in the street المكان اللي بتقدر تمشي فيه في الشارع اللي هو البيفمنت اللي هو الرصيف. Theater, the place where we can watch movies and plays. المكان اللي بنشوف فيه المسرحيات وبنشوف فيه الأفلام وهو المسرح اللي هو theater. Do a project أو start a project. بيبدأ المشروع أو بيقوم بالمشروع. زي ما اتفقنا مع بعض في عندي حاجة اسمها collocations in English يعني collocation يعني في عندي فعل بيبقى موجود مع الاسم بتاعه ما ينفعش ان انا اغير فطالما ان الفعل مع الاسم بيكون زي كلمة ايه do a project او start a project موجود عندي of all ages طبعا ages اللي هو الاعمار او السنين يعني من كل الاعمار ومن كل السنين مش محدد لسن معين. Learn about برضو حرف الجر about موجود مع كلمة learn ان احنا بنتعلم وبنعرف معلومات عن شيء محدد يبقى learn about. Equal opportunities الفرص المتساوية بمعنى ان انا بدي فرص متساوية للجميع مش بفضل ناس على ناس فدي اسمها equal opportunities. Wide is an adjective كلمة wide ديت عبارة عن adjective يعني صفة تمام وبيكون معناها واسع أو متسع أو عريض. Latest technology طبعا كلمة latest دي بنسميها superlative اللي هي صيغة الأفضلية وطبعا صيغة الأفضلية ديت احنا بنستخدمها امتى؟ أما بنكون بنقارن بين more than two أكتر من اتنين فلما أقارن بين أكتر من اتنين بستخدم latest بزود EST في نهاية الـ A الصفر. طيب latest مقصود بها ايه؟
مقصود بقى the most recent، لأحدث وآخر تكنولوجي وصلنا لها. يعني التكنولوجيا الحديثة أو آخر تكنولوجيا وصلنا لها بنسميها latest technology. The elderly، لسه قايلين حالا إن أي صفة زي كلمة elderly اللي هم معناهم كبار السن، لو ضفنا قبلها the مقصود بها إيه؟ كل الأشخاص كبار السن اللي موجودين عندي. يبقى لما أحط the قبل الصفة بقصد بيها كل الأشخاص اللي عندهم الصفة دي، يبقى the elderly اللي هم كبار السن. Now we will start the grammar because we have finished the new word. Present continuous tense. طبعا ال present continuous tense اللي هو زمن المضارع المستمر. زي ما احنا شايفين أي زمن في الدنيا علشان أفهمه كويس لازم أعرف ثلاث حاجات: affirmative form، negative form، interrogative form. أنا عندي ثلاث حاجات مهمين جدا: affirmative، negative، and interrogative. إيه الأفيرماتيف؟ أفيرماتيف معناها المثبت، الصيغة المثبتة للزمن بتاعي. طب هتتكون إزاي؟ طبعا في البداية لازم أعرف إن أنا عندي 7 subject pronouns in English، يعني في عندي 7 ضمائر فاعل في اللغة الإنجليزية. طيب إيه هما؟ نبدأ نوزعهم ونقسمهم: I، he، she، it، you، we، they. طيب I مع مين؟ am. يبقى I am، he، she، it، is، you، we، they، are. طبعا في حاجة عندي اسمها abbreviation أو short form، في برضو صيغ مختصرة إن أنا بدل ما أكتب كلمة am بحط apostrophe m، ده الاختصار بتاعها. بدل ما أكتب كلمة is بحط apostrophe s، وبدل ما أكتب كلمة are أحط apostrophe re. بعد كده بنجيب الانفينيتيف ونضيف له ing، يبقى دي الصيغه الايه؟ افيرماتيف، يعني المثبت. نيجاتيف فورم يعني الصيغه المنفي. طب المنفيه دي بعمل ايه؟ ام يبقى ام نوت، يعني انا بزود كلمه نوت على ام وعلى از وعلى ار، فبيطلع لي ام نوت وي ازنت وارنت. يبقى انا كده عملت ايه؟ نيجاتيف، نفي، وبرضه بعدها الانفينيتيف بلس اي ان جي. بعد كده انتروجاتيف فورم. الانتروجاتيف فورم اللي هي الصيغه الاستفهاميه للزمن، هنا ببدا ب ام واز وار في الاول، بعد كده بجيب السبجكت، بعد كده بجيب الانفينيتيف بلس اي ان جي. يبقى ام اي، از هي، از شي، از ات، ار يو، ار وي، ار ذي. وبعد كده بجيب الانفينيتيف بلس اي ان جي، ده مهم جدا. يبقى تاني عندنا البريزنت كونتينوس المضارع المستمر، في عندي ثلاث صيغ: افيرماتيف فورم، نيجاتيف فورم، انتروجاتيف فورم. واي زمن لازم نعرف فيه الثلاث حاجات دول. قبل ايه؟ قبل ما ادرس الزمن لازم اعرف الصيغ بتاعته. Now let's move to the following slide. هنا بقى حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ The form of the verb، يعني شكل الفعل او صيغه الفعل لما اجي اكون زمن البريزنت كونتينوس تنس. لما بضيف الاي ان جي في نهايه الفعل دي بيكون لها بعض الرولز. بعض الرولز يعني ايه؟ يعني في قواعد صغيره كده لازم ان انا ايه اتكلم فيها. زي ايه؟ عندي most verbs، معظم الافعال بنضيف اي ان جي، فكلمه go بتبقى going باضافه الاي ان جي، مفيش اي اختلاف او خالص. طيب wash، washing برضه بضيف اي ان جي عادي. feel، feeling، يبقى هنا مجرد ان انا اضفت اي ان جي لنهايه الايه؟ لنهايه الفعل، ما غيرتش اي حاجه. ننتقل للي بعد كده، verbs ending in e. طب لو انتهى بقى الفعل ب e نعمل ايه؟ drop the end and add i n g. يعني drop معناها ان انا بلغي، اشطب الايه؟ الاي اللي موجوده عندي، وبعد كده ابدا اضيف i n g، يبقى come تبقى ايه؟ coming، عشان حذفت الاي واضفت i n g. live، living، برضو حذفت الاي ضفت i n g. write، writing، حذفنا الاي واضفنا اي ان جي. طيب بعد كده verbs ending in i e، ايه اللي بيحصل بقى؟ change the end to y and add i ان جي. يبقى الفعل
اللي بينتهي بآي إي بعمل فيه إيه؟ بعمل بحذف الآي إي وبحولها إلى واي. طب وبعد كده بضيف الآي إن جي. موجود عندي إيه؟ موجود عندي لاي. طبعا لاي لها معنيين، يا إما معناها يكذب يا إما معناها يرقد على الأرض. ديت بتبقى لاينج ال واي اي ان جي. تاي اللي معناها يربط بتتحول الى واي اي ان جي. داي يموت يبقى برضه واي اي ان جي. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للافعال اللي بتنتهي باي اي. بعد كده short verbs ending in one vowel and one consonant. يعني ايه الكلام ده؟ الفعل اللي موجود عندي نهايته عباره عن الفاول اللي هو الحرف المتحرك والكونسوننت الحرف الساكن. فمثلا الفعل sit، ايه الحرف المتحرك اللي في نهايته؟ اي ثم الحرف الساكن اللي بعديه تي. يبقى نهايه الفعل عباره عن حرفين، واحد متحرك واللي بعده ساكن. put اليو متحرك والتي ساكن. get الاي متحرك والتي ساكن، يبقى vowel بلس consonant يعني متحرك وساكن. يبقى انا عندي sit وput وget. ده بيحصل فيهم ايه؟ اول حاجه احنا بنعمل doubling. يعني doubling يعني بنضيف نفس الحرف بنكرره كمان مره. فنهايه الحرف ايه؟ اخر حرف ايه؟ تي. يبقى كمان تي وبعدين اضيف الاي ان جي. يبقى sit sitting، put putting، get getting. يبقى اذا تاني انا عندي مجموعه الافعال معظمها اي ان جي عادي. لو بينتهي بإي بنحذف الإي ونضيف أي إن جي. لو بينتهي بأي إي بحول الأي إي إلى واي وضيف أي إن جي. والأفعال اللي بتنتهي بحرف متحرك ثم حرف ساكن ده بنعمل إيه؟ بنضعف، يعني بنضيف كمان حرف في النهاية، نفس الحرف الأخير بضعفه كمان مرة وبعدين أضيف أي إن جي. طيب let's move to the next slide. Static verbs. We can't use these verbs in continuous form. ده مهم قوي. ازاي بقى؟ المجموعة الافعال اللي هنتكلم عنها دلوقتي، المجموعة ديت ممنوع ان هي تدخل في زمن ال present continuous tense. يعني ممنوع استخدمها في صيغة الزمن المضارع المستمر. طيب دي من ضمن القواعد بتاعتي. طب ايه الافعال ديت؟ هم كتير بس انا حاولت الخص المجموعة في المجموعة اللي قدامنا دي. agree اللي معناه يوافق، believe يعتقد أو يصدق، belong يعني ينتمي إلى، طبعا مع حرف الجر to، contain يحتوي، depend يعتمد على، forget ينسى، hate يكره، know يعرف، like ولوف يحب، matter يهم، mean يقصد أو يعني، mind يمانع، need يحتاج، own يمتلك، prefer يفضل، realize يدرك، recognize يتعرف على، remember يتذكر، seem يبدو، suppose يفترض، understand يفهم، want يريد. يبقى الأفعال ديت ما اقدرش ان انا استخدمها في الـ present continuous tense اللي هو زمن المضارع المستمر. Let's move to the following slide. Time expressions. دايما او بنسميها keywords احيانا. بمعنى ايه؟ كل زمن بيكون له مجموعة كلمات لما بشوفها بتشير او بتوضح لي ان انا بتكلم في زمن معين. فانا عندي في الـ present continuous tense مجموعة كلمات بتشير للزمن زي مين؟ now، at the moment، at present، still، today، these days، tonight، this evening، next، tomorrow، nowadays، look، listen، be quiet. طيب الكلمات دي لما بشوفها في الجملة دي بتديني إشارة إلى إن الزمن المستخدم هو زمن الـ present continuous tense اللي هو زمن المضارع المستمر. So هنترجمهم برضو now الآن، at the moment في هذه اللحظة أو الآن، at present الآن برضو، still
ما زال أو لا يزال. Today النهاردة. These days هذه الأيام. Tonight هذه الليلة. This evening هذا المساء. Next التالي أو القادم. Tomorrow غدا. Nowadays في أيامنا الحالية. Look انظر. Listen انصت. Be quiet كن هادئة. ديت من ايه؟ من الكلمات المستخدمة في present continuous tense. Uses مهم قوي 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 ان انا اعرف برضو ان لكل زمن use يعني الاستخدام. يبقى انا خدت عندي اول حاجة form الشكل او التكوين وقلنا فيه affirmative مثبت negative منفي interrogative الاستفهام. واخدت keywords كلمات دالة على الزمن وعرفت stative verbs كأفعال ممنوع تستخدم في present continuous. ثم يوس الاستخدام للزمن. دايما اي زمن لازم له ايه؟ لازم له استخدام. يا ترى انا بستخدم present continuous tense في ايه؟ number one for actions taking a place now at the moment of speaking. يعني حاجة بتحدث دلوقتي وبتكلم عنها في لحظة كلامي. زي ايه؟ We are studying English now. احنا بندرس اللغة الانجليزية الوقتي. فده حاجة بتتم الوقتي. وبالتالي بستخدمها في زمن ايه؟ ال present continuous tense. يبقى we are studying English now. Number two, for temporary actions. يعني temporary actions؟ يعني احداث مؤقتة. مؤقتة يعني مش هتستمر فترة طويلة. لا. ده هتستمر فترة وتنتهي. زي ايه؟ اول مثلا My brother is living with me because his flat is being painted. أخويا بيعيش عندي دلوقتي لأن شقته إيه بتدهن. طب وبعد ما تخلص هيسيبني ويروح شقته تاني. فده عبارة عن حدث مؤقت بمجرد ما هينتهي خلاص. وبالتالي بستخدمه في زمن ال present continuous tense. بعد كده For actions that have already arranged to do in the near future, especially when the time and place have been decided. أما يكون عندي خطة تم الإعداد لها وتم الترتيب لها ده بستخدم فيها الـ present continuous tense. كلمة future يعني في مستقبل. بمعنى أنا مثلا هسافر بكرة أوروبا واشتريت خلاص تذكرت الطيران وحجزت وكل حاجة تمام. أعبر عنها بإيه؟ أعبر عنها بالـ present continuous tense يعني الزمن المضارع المستمر. فبقول مثلا I am traveling to London tomorrow. I have booked the tickets. أنا مسافر بكرة خلاص. ليه؟ أنا حجزت خلاص. كله تمام. يبقى إذن الترتيبات تمت لحدث معين. فدام الترتيبات تمت يبقى إذن هعمل إيه؟ أستخدم الـ present continuous tense. طبعا الكلام ده هيوضح دلوقتي في الاكزامبلز. 1 We are starting a project next month. هتقول لي next month دي بتدل على ايه؟ بتدل على الفيوتشر. تمام. طب ليه استخدمت معاها البريزنت كونتينوس تنس؟ اللي احنا قلنا ان اي شيء له ترتيب اي احداث لها ترتيب فبنستخدم معاها البريزنت كونتينوس تنس. طيب ايه الترتيب اللي عندي؟ start a project هنبدا مشروع. في مشروع بدون ترتيبات؟ طبعا لا. طالما ان الحاجة دي لها ترتيبات فبستخدمها في present continuous tense. Number two. علي is working hard these days. علي بيعمل بجد هذه الايام. فطبعا دي these days قلنا من علامات present continuous tense. ناخد بالنا برضو من حاجة مهمة. علي is working hard. ما ينفعش اقول hardly. اتفقنا مع بعض ان في ترتيب الكلمات في الجملة بنجيب الادفيرب after the verb. بجيب الحال بعد الفعل. فالفعل اللي عندي working. طب فين الحال؟ hard. مينفعش اقول hardly. لان كلمة hardly ما هياش الادفيرب من hard. hard الصفة hard اللي هو مجتهد برضو بتتحول في الادفيرب الhard زي ما هي. ما بتتغيرش. يعنيها بجد واجتهاد. ناخد بالنا من النقطة دي مهمة قوي. Number three. They are discussing this problem at the next community meeting. هيناقشوا المشكلة في الاجتماع أو اللقاء المجتمعي المقبل. وبالتالي المناقشات دي بتحتاج برضو ترتيبات لها وبالتالي بستخدم ال present continuous tense.
Number four. She's traveling to London next week. برضو أنا استخدمت الـ present continuous tense في الجملة ديت رغم وجود كلمة next week وزي ما اتفقنا ليه؟ لأن أنا عندي إيه؟ arrangements ترتيبات والترتيبات هي اللي خلتني أعمل كده. يبقى إذن الاستخدام بتاع الـ present continuous tense من ضمنه الـ future arrangement. Now let's start our questions for today. Fill in the spaces with words from the list. أنا موجود عندي list من الكلمات وهبدأ أختار من الكلمات دي في الفراغات اللي عندي. وهنستخدم one by one. هنحل واحدة واحدة يا شباب بلاش نحل كله مرة واحدة. I live in a great community. There are lots of sports activities for young people such as volleyball and tennis clubs. There are also many local for people of all ages, including a great theater and history museum. Our roads have wide, so it is not a problem for disabled people to travel around. I help at one of that too. We help that to learn about the latest technology. My grandmother sends lots of 60s messages now. الكلمات اللي عندي community projects, elderly facilities, pavements, and sports activities. Okay, let's do it. Welcome, Mr. Mahmoud. Welcome, Mr. Waleed. Waiting students' answers. Let's dear students, Thomas facilities, excellent. Mariam facilities, so number one facilities. Thomas pavements, excellent. Thomas, who else? Jana pavement, what a pavement, Mariam pavement, Thomas elderly, number three elderly. Number three, well, elderly. All answer elderly. No, Huda here answered community projects. Excellent. I help at one of the. At, لما بتيجي يا شباب معناها ان اللي جاي بعد كده ايه? Place. I help at. انا بساعد في ايه? او داخل ايه? One of. واحد من الايه بقى? من community projects. The answer elderly. For the last one? Yes. Excellent. I live in a great community. There are lots of sports activities for young people, such as volleyball and tennis clubs. There are also many local facilities for people of all ages. Okay. So let's move to choose the correct answer. Number one, the school is up. In the playground, A, putting, B, following, C, learning, D, going. Mariam, 1A, Jana, 1A, again, Mariam, Ahmed, 1A. Mariam, please answer one answer for the question. You answer it many times, you repeat it. Yes, she did this last time. So, the correct answer is A, putting up. زي ما اتفقنا مع بعض ان انا عندي حرف الجر مع فعل معين فput ياخد معاه up. Number two, the town is a new sports center. A, playing. B, discussing. C, driving. D, building. Mariam 2D, Jana 2D, Thomas 2D, Osama Sami 2D, Ahmed 2D, Mariam Hamdi 2D. Volunteers are flowers in the park. A, driving. B, drinking. C, planting. D, floating. Jana 3C, Mariam 3C, Thomas 3C, Hoda 3C, Ahmed 3C, Osama Sami 3C, Mariam Hamdi 3C. Excellent. Number four, the police, people from driving too fast. A, start. B, stop. C, step. D, state. Jana 4B, Ahmed 4B, Thomas 4B, Mariam 4B, Oda 4B, Osama 4B, Mariam Hamdi 4B. Excellent. وطبعا ناخد بالنا من معلومة مهمة قوي ان the police plural not singular. كلمة the police كلمة جامعة مش مفرد. عشان كده قلنا stop ما قلناش stops. ناخد بالنا من النقطة دي مهمة برضو. يبقى كلمة the police plural جمع وليست singular. عشان كده stop. 5.
The museum is new works of art. A. Shouting. B. Seeing. C. Looking. D. Showing. Ahmed 5D, Jana 5D, Mariam 5D, Thomas 5D, Hoda 5D, Sami 5D. Perfect. Number 6. Ahmed can't answer the phone because he a shower. A. Have. B. Has. C. Having. D. Is having. Ahmed 6C, Thomas 6D, Jana 6D, Hoda 6D, Bilal 6D, Sami 6D, Mariam 6D. Yes. طبعا ناخد بالنا ان ما ينفعش اجيب having لوحدها. ما ينفعش verb ing من غير am is are قبله. يبقى he is having. لازم الجزئين يبقوا مع بعض. 7. We should improve the facilities for that. A. Older. B. Elder. C. Elderly. D. Rude. Thomas B. Ahmed C. Hoda C. Ahmed C. Mariam C. Mariam Hamdi C. Okay. طبعا ناخد بالنا من حاجة مهمة زي ما اتفقنا مع بعض إن elderly اللي هم إيه كبار السن وقلنا بنحط ذا قبلها علشان نتكلم عن كل الناس كبار السن يبقى the elderly ما ينفعش أقول elder بس لاسمها elderly وحط قبلها ذا يبقى the elderly. Okay, number 8. The boys to music at the moment. A. Are listening. B. Listen. C. Is listening. D. Listened. جنى A. أحمد A. هدى A. توماس A. مريم حمدي A. Perfect. طبعا قلنا إن إحنا عندنا حاجة اسمها time expressions أو keywords موجودة عندنا هنا هي في الجملة at the moment وبالتالي عندي اختيارين ينفعهم are listening و is listening. بس كلمة the boys plural جمع not singular وبالتالي بختار معاها are listening اللي هي A. Number 9. Our neighbors, they're flat at present. A. Paint. B. Paints. C. Painted. D. Are painting. Ahmed D. Mariam D. Thomas D. Mariam Hamdi D. Hoda D. Jana D. Excellent. برضو عندنا التايم اكسبريشن بتاعنا at present يبقى اذا دوت ايه present continuous وبالتالي بختار معاها are painting. Number 10. Look, he too fast. A. Drives. B. Is driving. C. Driving. D. Drive. جانا B. Thomas B. Hoda B. Ahmed B. Mariam Hamdi B. Excellent. فطبعا عندي B لأن أنا عندي هنا التايم اكسبريشن لونج يبقى أنا لازم أختار A is driving. 11. Shahd still her homework. A. طبعا أنا عندي فراغين وبالتالي بختار كلمتين. يا ترى are do, B is doing, C are doing, D is do. أحمد B. جانا B. مريم بي هدى بي مريم حمدي بي. Excellent. يبقى شاهد is still doing her homework. 12. What he now. برضو عندي فراغين. A is do. B are do. C is doing. D are doing. هدى دي توماس دي مريم دي مريم حمدي سي سامي سي من نسي. اوكي طبعا the correct answer C. ليه؟ لان عندي he ما ينفعش معاه R. he بينفع معاه is. طيب انا عندي هنا في اتنين is. is ومعاها do. في is معاها doing. طبعا اختار مين؟ is معاها doing. لان احنا اتفقنا في الاول ان وجود am is are لازم بنضيف ing في نهاية الفعل عشان ده زمن ايه present continuous tense. يبقى اذا الحل الصح C علشان هي معاها is ولازم بعدها ing مع نهاية الفعل. 13.
Be quiet, the baby. A, sleeps. B, is sleeping. C, are sleeping. D, slept. Jana B, Maryam B, Thomas B, Maryam Hamdi B, Usama Sami B, Ahmed B, Huda B, Minna B. Perfect. Thank you very much. And at the end of this session, I hope that you have enjoyed and benefited.